دكتور خالد حفظكم الله مشاهدينا الكرام، تحدثتم في الحلقة الماضية عن لمحات حول معاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا في هذه الحلقة يا شيخ نتكلم عن الدعاء بعد التحيات. هذا الدعاء، هل هناك دعاء محدد شيخ يقوله الإنسان بعد التحيات؟ ما هو هذا الدعاء؟ تساؤلات أيضا، هل هذا الدعاء بعد التحيات من مواطن استجابة الدعاء أيضا؟ وإذا كان هناك أمور أخرى شيخ حوله حفظكم الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، منزلة الدعاء في الدين وفي العبودية والسير إلى الله تعالى منزلة عظمى كبرى، يبينها نصان وإن كانت النصوص في هذا كثيرة. الأول من القرآن، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر الله تعالى عباده بأن يدعوه، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وهذا فيه الوعيد الشديد على أولئك الذين يظهرون الغنى عن الله تعالى، وهذا في الحقيقة كذب وزور، لأن ما من مخلوق إلا وهو إلى الله فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أما النص الثاني فما في الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ولهذا ينبغي أن يحتفي المؤمن بالدعاء، وبقدر احتفاء المؤمن بالدعاء بقدر ما يدرك من خير الدنيا والآخرة. فالدعاء هو مفتاح العبودية الذي يدرك به الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة. والمقصود من هذه الصلاة في قيامها وقعودها وركوعها وسجودها وسائر أحوالها هو تحقيق الدعاء، هو الإخلاص لله جل وعلا في المسألة بأكمل صورها. فالصلاة في المعاجم اللغوية وفي دواوين اللغة تعرف بالدعاء، وهذا هو الأصل في الاستعمال اللغوي في معنى هذه الكلمة الصلاة، صلى أي دعا. وسميت هذه العبادة الدعاء لأنها تجمع بين نوعي العبادة، بين نوعي الدعاء: دعاء العبادة الذي يتمثل في امتثال الأمر قياما وقعودا وركوعا وسجودا، وأيضا في دعاء المسألة والحاجة والطلب وإنزال الفاقة والحاجة بالله جل وعلا. إذا كانت الصلاة دعاء فهي من أولها إلى آخرها دعاء، لكن تتنوع صور الدعاء، فمنها ما هو دعاء تعبدي، ومنها ما هو دعاء مسألة وحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال الحاجات في هذه الصلاة، ولهذا جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التحيات وعلمهم كيف يقولون قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. ليتخير من الدعاء، إذن هو مأمور بأن ينتقي، ليس فقط أن يدعو، بل أن ينتقي من الدعاء أعجبه إليه. وأعجبه هنا تحمل معنيين. المعنى الأول أعجبه، أي الذي يحقق به صلاح دنياه وآخرته. والمعنى الثاني أعجبه إليه، الذي يلبي حاجته. فالناس يختلفون في حوائجهم ويختلفون في مسائلهم ومطالبهم، فلذلك ليتخير من الدعاء أفضل ما يحقق له المطلوب. هنا معنى أنه ينبغي الإنسان أن يدعو بأفضل ما يعلم من الدعاء، وليس الشأن أن يقول أي دعاء. صحيح. ولما كان الدعاء كبيرا في الصلاة وله ميزة وخصوصية عن سائر مواطن الدعاء، قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا يبين أن الدعاء في الصلاة له ميزة، حتى إن صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من الدعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، فاغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر، وهو في الصحيح، وهو دعاء اللهم إني ظلمت نفسي، علمه ليقوله في صلاته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي
أن يقول أن يستعيذ في صلاته من أربع كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه الأربع هي أعظم المخاوف التي يخافها الإنسان في طباقه وفي مراحل التي سيستقبلها في هذه الدنيا وفي الآخرة: فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، في عذاب القبر، عذاب جهنم. فإذا وقي هذه الأخطار الكبرى الأربعة فقد وقي كل شر وكل ضرر. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع في صلواته، سواء كانت النافلة أو المفروضة. فعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته، يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذه صور من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عنه في السنن والمسند من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، والدبر هو آخر الصلاة قبل السلام منها ويصح على ما بعدها، لكن الأولى أن يكون قبل أن يسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأدعية التي جاءت، وهذه منزلة الدعاء في هذا الموطن. ويؤكد عظيم المنزلة ما جاء في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أعظم أو أجوب، يعني أسمع ويحصل به إجابة الدعاء؟ قال: الدعاء في جوف الليل الآخر وفي دب أدبار الصلوات المكتوبات. وأدبارها وآخرها آخر الصلوات المكتوبات. فينبغي أن يحتفي المؤمن بالدعاء في هذه المواطن وأن يحرص عليها. دعاؤه في سجوده، دعاؤه في آخر الصلاة، هو من مواطن التي يتحرى فيها المؤمن إجابة الدعاء. فكلما وضعت جبهتك لله تعالى وكلما صليت قبل أن تفرغ من صلاتك، اجتهد في طرح مسائلك على الله تعالى. ماذا يسأل؟ هل يسأل فقط ما جاء في القرآن من الأدعية؟ من العلماء من يقول: لا يسأل إلا بما جاء في القرآن، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، لكنه أضيق الأقوال في الدعاء في آخر الصلاة. وأوسع منه أنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وهذا أوسع الأدعية. الضيق هو فقط أنك تدعو بالأدعية القرآنية، والواسع هو أن تدعو بكل دعاء صحيح لا اعتداء فيه في أمر دينك وأمر دنياك. يعني حتى يجوز للمؤمن أن يدعو بمصالح الدنيا، فيقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، ارزقني زوجة حسنة، ارزقني ولدا. في المفروضة وفي النفل، في الفرض وفي النفل. فيدعو بما شاء. من العلماء من يقول: ليس له أن يدعو بملاذ الدنيا، يدعو بما شاء من صالح الآخرة ومن صالح الدنيا، لكن ليس له أن يدعو بملاذ الدنيا. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما ما الجمهور فهم يرون أنه يدعو بكل دعاء صحيح في أمر دينه وأمر دنيا، ولو كان هذا من ملاذ الدنيا لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان السعة في ذلك، حيث قال: وليتخير من الدعاء أجابه إليه، ولم يقل لا يدعو بأمر الدنيا. فلا دليل على منع الإنسان من أن يدعو بأمر دينه ودنياه بأمر ما يصلح المعاش وما يصلح المعاد. لهذا أقول يا أصحاب المسائل ويا صاحبات الحاجات، يعني هذه فرصة ومنحة أن يتقدم العبد بين يدي ربه الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فقبل أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، احرص على أن تضع كل مسألة بين يدي ربك جل في علاه، فإنه حري أن يقضيها وجدير بأن يجيبها، وهو الذي إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون. فتمت قدرته وتم غناه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده. وهذا يقتضي أنه إذا سألنا أن نسأل ونحن قد امتلأت قلوبنا ثقة بعطائه وإنالته وإحسانه جل في علاه، وأنه إذا منعنا شيئا لا يمنعنا بخلا، كما أنه لا يمنعنا جل في علاه عجزا فهو القوي الغني الحميد جل في علاه، إنما يمنعنا لمصلحتنا. كما لو أن طفلك طلب منك شيئا تعرف أنه يضره، أنت لا وتقدر أن تعطيه إياه، لا تمنعه بخلا، إنما تمنعه للحفاظ عليه ولمصلحته. فكذا إذا دعونا الله
ولم نجب فلنعلم يقينا أن ما اختاره الله لنا خير مما اخترناه لأنفسنا. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يدخل هذه الصلاة وقد تعلق قلبه بالله جل وعلا. وانظر كيف الدعاء أتى في آخر المطاف، تقدمه قراءة وتكبير وتسبيح وتحميد وثناء وتمجيد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا كله تأتي المسألة وقد قدم لها ما يوجب قبولها. نعم. ولهذا في حديث الفضالة، فضالة بن عبيد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، سأل الله تعالى من حاجته. نعم. فقال له قبل أن يثني على الله ويصلي على النبي، فقال إذا قال عجل هذا، يعني في مسألته وطلبه، إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول اللهم، فليحمد الله تعالى وليثني عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل ما حاجته بعد هذا. وأنصح إخواني بالحرص على الدعاء النبوي، فهو أجمع ما يكون من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن كان يدعو كثيرا بالاستعاذة به بالله جل وعلا من المغرم والمأثم. والمغرم والمأثم هما أسباب وقوع الإنسان في كل سوء وشر في أمر دينه وأمر دنياه. ولذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، حتى قالت له عائشة ما أكثر ما تستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم أثم، يعني وقع منه الكذب ووقع منه إخلاف الوعد، كما جاء في روايات هذا الحديث. المقصود أنه هي فرصة، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اهتبالها واغتنامها فيما يقرب إلى الله جل في علاه. آمين. أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم.